أستاذة ليلى الجميلة دائما منورة الجونة، خبريني عن يعني ملاحظاتك أو مشاهداتك خلينا نقول للدورة الرابعة. ما عنديش طبعا ملاحظات غير أن أنا يعني سعيدة بالمهرجان، سعيدة باختيار المكان وأن المكان ده تخصص للمهرجانات والمؤتمرات، سعيدة طبعا بالأفلام. فيلم الافتتاح عجبني جدا، مالك كان رائع في الفيلم بتاعه. النهاردة متشوقة أشوف الفيلم الفلسطيني بعد الكلام الهائل اللي سمعته، ولسه هنشوف بقى الباقي إن شاء الله. إن شاء الله أكيد لازم نحكي عن الإطلالة شوي، إطلالتك اليوم بتوقيع مين؟ ليلى علوي. أحلى شيء. مرسي. طيب شكرا.